الشغله بتدور بتدور بدي اتذكر اتذكر هذا دبر واسطه وامن قالوا عاد دبر واسطه توظف بحمص عند مدير فرع حمص بعدين بدري شو عمل شغلي نقلوا بدري لوين هنيك قال مدير الشركه هنيك ما عجبه شكله هو شكله غلط شوي قام نقلوه على تدمر بتدمر قعد يومين ثلاثه مات مدير فرع تدمر نقلوه بعدين على الحسكه اجى للسويدة لا بالسويدة انه ما عندهم فرع بعدين بدري شو صار دبر واسطه دبر واسطه ايه ونقلوه على فرع الشام اجى لعند مدير فرع الشام مدير فرع الشام بعد يومين طار وهو زحلقوه طيارة وقام اجى قلب المستودع نعم سيدي فعلا دويخة بس بتعرف استاذ ممدوح واحد مثلك ومركزك ما لازم يركب هيك دويخة انت ما كان لازم تسمح له يداوم بالمستودع قبل ما تتأكد من قصته أنا مثلك كمان القصة ما دخلت عالية أبدا بس اضطريت إني أبلع أستاذ كيف بقى؟ لأنه المستخدم كان معه قرار نقل رسمي موقع من الدكتور المدير العام أحمد عبد الحق شخصيا أنت متأكد من هالشي؟ طبعا وهي لسه طلع الرئيس مكتبه سأله هو شاهد بيعرف مزبوط أستاذ هو في قرار بهالشي انت شفته بعينك؟ لا سيدي لكن شلون تعطيه؟ عفوا استاذ انا ما اعطيته اياه انا اعطيته للمدير العام يظهر المدير العام سلمه اياه باليد هلا معقول المدير العام يسلم قرار نقل مستخدم باليد؟ ما بعرف سيدي مدير هون؟ موجود استاذ ممكن تدخل عنده؟ تفضل شو في؟ ما بعرف شو كان بده سيادة النائب العام؟ ما بعرف ما تقلي ما بعرف لك شو بك؟ رجعنا روحي لشغلك نبيه الفتح شو قصته؟ شو بو نبيه؟ أنا اللي عم بسألك هذا يا خير؟ لا سلامتك برقة صغيرة هذا سيدي نبيه الفتح يعني رجل آدمي ودرويش ومعتر وأنا بشوف أنه مو من المجدي أنك تضيع الوقت بقصته أستاذ هذا شيء أنا بقدره أنت بس احكي لي عن نبيه الفتح وكيف وصل للمستودع هذا نبيه الفتح رجال درويش ومعتر داخ بهالمحافظات كلها بعدين يعني رق قلبي عليه وساعدته عينته بهالمستودع ونبيه الفتح استاذ بترجاك تجاوب على قد السؤال شلون تعرفت على نبيه هذا نبيه اجى لعندي وترجاني اني ادبر له شغله ثابته عينته بالمستودع بس نبيه رجال ادمي وما خرج تضيع الوقت بقصته استاذ احمد بترجاك للمره الاخيره جاوبني على قد السؤال لما الموظف بينتقل ما بتنتقل معه أدبارته؟ أدبارته؟ إيه أدبارته؟ ولا أنتوا هون عندكم الموظفين يعني بلا أدبارات؟ لا ألون ألون بس نحن دورنا على أدبارته ما لقيناها بجوز تكون ضايعة ولا حتى بسجل الموظفين العام كمان ما لقيناها معناتها نسيوا يسجلوا بيصير هالحكي؟ لا ما بيصير وانا راح افتح تحقيق بالموضوع طيب راح اجي معك نبيه هلا وينه نبيه خير في شيء لا البرقه بس نبيه بالمستودع واذا قلت لك انه دورنا عليه بكل محل وما لقيناه يا سياده النائب العام أنا بفضل إنه ما تهدروا وقتكم بالبحث عن نبيه لأنه نبيه ما له علاقة بالحريق. يفضل تدوروا على اللي له مصلحة بحريق المستودع. أنتم بتقولوا
انه الدافع للجريمه هو مفتاح حلها. انت بتشك بحدا؟ انا بشك بثلاثه، يا ابو حسان، يا ابو حامد، يا اما الاستاذ ممدوح. شو اللي خلاك تشك؟ الاستاذ ممدوح رفع لي كتاب بتشكيل لجنه اتلاف ومتلهف على الكتاب لهلا. انا ما كنت كثير متلهف على الكتاب، بس لما شفته تاخر وما توقع صار لابد اني اسال عنه. ليش شو كنتوا ناويين تتلفوا؟ ما بعرف. لكن مين بيعرف؟ امين المستودع. تقصد ابو حامد؟ نعم ابو حامد. عادة مين بيعد الكتب؟ ابو حامد ولا انت؟ لا طبعا انا، بس بناء على طلبه. اجى لعندي وقال لي على انه المستودع مليان مواد تالفة وما في محل مواد جديدة. طيب بدي اسألك سؤال، شو رأيك بأبو حامد؟ يعني بقصد هو رجل أمين ولا عليه إشكاليات؟ أنا ما شفت عليه شيء، هو رجل بيعرف شغله وحريص على محتويات مستودعه، وآخر جرد عملنا له إياه طلع مستودع وما في ولا نقص. من إمتى كان آخر جرد؟ من شي سنة. أستاذ ممدوح، ممكن أسألك امبارح الساعة 11 بالليل وين كنت؟ أنا بيتوتي أستاذ، كنت عند مرتي وأولادي عم نتعشى سوا، بإمكانك تسألون. أنا اللي عم بسألك. سيدي هي العادة، كل ما بيتجمع عندنا شوية كراكيب يعني غراض منشكل لجنة إتلاف. حتى لو كانوا مو محرزين؟ سيدي إذا بدنا نتركهم ليكتروا بيسببوا لنا لبكة، المستودع صغير وكل يوم لجنة المشتريات بتجيب لنا شيء جديد، بعدين هذا إجراء عادي ومشان القوارض سيدي. قلت لي القوارض ها؟ راح يجنني، كل ما بعده عن موضوع نبيه يرجعني له. طيب وشلون خلصت منه؟ مين قال لك خلص منه؟ ليش بسهولة؟ أنا حولت اهتمامه لممدوح، قلت لحالي بلكي بيحقق معه، بيقوم هداك بيغلط له شي غلطة وبيقف. لحظة، بيغلط له شي غلطة وبيوقع فيها. لهلا عم تحرق لسه؟ يا أخي. وما سألك عن المفاتيح؟ الحمد لله، وأنا حاطط إيدي على قلبي، هلا بيسألني وشوي بيسألني. الحمد لله، معناتها المفاتيح واقعين بالشارع. شو عرفك؟ بلكي واقعين بالمستودع ولهلا ما لقوهم، أو بلكي لقوهم وأجل السؤال لغير مرة. هلا بدل ما تخفف عني، عم تخوفني بزيادة. خلينا سيدي نستعرضهم واحد واحد. أبو حامد وأبو حسان كانوا مع بعض، وتأكدنا من هالشيء هذا من خلال حسان وأمه. ممدوح رفقاته شهدوا وأكدوا إنه نضل معهم للساعة 2، معناتها ما بقي قدامنا غير نبيه، نبيه ما عمل له أثر. على الأرجح نبيه هو الفاعل، بس شو الدافع؟ بيكون سيدي حرق لصالح غيره. وارد، بس يعني لصالح مين؟ يعني يا لصالح أبو حسان، يا لصالح أبو حامد، أو لصالح نائب المدير العام ممدوح. يا لصالح المدير العام، مشان خلاله الجو ينفرد بالإدارة. طيب وشو بتطرح نسوي؟ إذا كان نبيه حرق المستودع لصالح واحد من الأربعة، فمعناته هو متخبي ببيت واحد منهم حتى. يعني قصدك نفتش بيوتهم؟ وبتاخذ المفاتيح وبتجربهم على كل البيوت. وفتش بيت المدير العام كمان؟ لا، بيت المدير العام اتركه، أنا بزوره. باقي 25 اجي. تسلم. سلام على بابا كثير. مو قلت لك الخطه مدروسه 100%؟ وما حدا حيقرب صوبنا؟ بس النائب العام عم يحقق معنا. طبعا بده يحقق، هي شغلته. انا قلبي مانو مطمن. يا ريتني ما طوعتك يا ابو حامد. جمد لي قلبك ولا تخاف، كلها يومين ثلاثه بيلقوا قبض على نبيه وانتهم كل هالقصه. شو علاقه نبيه بالموضوع؟ لك شلون شو علاقته؟ ما شفت شلون المقدم عم يدور عليه؟ اكيد شاكين فيه، واختفائه بعد الحريق راح يخليهم يشكوا فيه اكثر. الله يسمع منك. احترامي سيدي. اهلين وسهلين. شو صار معك؟ فتشت البيوت ثلاثه سيدي، ما لقيت اي اثر لنبيه، ولا حتى اهل البيوت شافوا. والمفاتيح؟ المفاتيح ما طبع منهم ولا مفتاح على اي قفل. معناها ما بقي قدامنا غير المدير العام.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.